has a different role. Same mechanism of action. هاي بيها فوائد مغار. هاي لو جاء ذكركم the resistance. شنو resistance؟ بارو أنا أعتمد على أشياء بارا شمسية ما هو شيء مسبب بارا هذا أشياء بارا. أعتمد على أشياء بارا شمسية بارا resistance. Who remembers resistance? بسبب الانزيم بيتالاميز there has been developed resistance للpenicillin. طيب اذا احنا قلنا هذا كلش قريب من البنسلين السيفالوسبورينز نتوقع اللي عنده حساسيه من البنسلين او اللي عنده ريزيستنس من البنسلين من السيفالوسبورينز اوكي لان اكو كروس sensitivity للاثنين. Okay, let's start. Cephalosporins are beta-lactam antibiotics. حال البنسلين. That are closely related to both structurally and functionally to penicillins. إذن أكو شوية اختلاف. العامل المشترك منهم beta-lactam ring. تذكركم. This beta-lactam ring has the antimicrobial effect. It has the antimicrobial effect. A side chain, which I have now, the cephalosporins to be a side chain. ESM and hypersensitivity. But the resistance, diazimicum, beta-lactamase, or penicillinase, an enzyme, which was in bacteria, only that I had to البيتا لاكتام فممكن يحكم البيتا لاكتام اللي موجود وين؟ بالسيفالوسبورينز. ارجع احكي لهم ريفرشمنتس سريع. السيمي سنتيتك بنسلينز منو نموذج او مثال عليها؟ اذا اسالكم ما اعرف مقارين بس كارفور. دعم اوغمنتين. دايركم من تكتبون قولوا لي اسم علمي، لا تقولون اسم تجاري. أموكسيلين واحد منهم هذا اللي هو يشتغل على البنسلينين هو يشتغل على البنسلينين هسه الأموكسيلين أنا أسأل على السيمي سنتيتك بنسلين أنا أسأل على البنسلينيز ريزيستنت هسه بنقول بنسلينيز ريزيستنت أنتي بايوتيك ممكن تقول لي كابلين بس من أقول سيمي سنتيتك بنسلين أمبسيلين أموكسيسيلين ليش صنعوا أمبسيلين وأموكسيسيلين؟ على مود يقللون الريزيستنس مع البنسلين تمام؟ اللي هالشكل نفكر بنقول ليش صنعوا سيفالوسبورينز؟ أوكي؟ سو سيفالوسبورينز أيضا ظهر هايبر سنسيتيفيتي ظهر ريزيستنس اللي هو اهم للبنسلينز صنعوا سيفالوسبورينز للريزيستنت سترينز اوف بكتيريا. Both cephalosporins are produced semi-synthetically على semi-synthetic penicillins by the typical attachment of a side chain to the 7 amino cephalosporic acid. That is Chinese man. 6 amino penicillinic acid. High protocol. Cephalosporin have the same mode of action as penicillins and they are effective. Madam, the same mechanism of action or mode of action. The same resistance. Cephalosporin tend to be more resistant than penicillins to certain beta lactamases. As it is a beta lactamases. لأن عندي بكتيريا اسمها ستافيلوكوكس تفرز بيتا لاكتام وعندي ستريبتوكوكس هم تفرز بيتا لاكتام بيتا لاكتاميز فالبيتا لاكتاميز مال الستريبت يختلف عن البيتا لاكتاميز مال الستاف فالسيفالوسبورينز
are more resistant than benzenes. طبعا سمعوها بعد البنزينيز الغاية تكون resistant للبيتا لاكتاميز. Okay? These are the differences. These are the simple differences between them. The side group here at sixth position. Benzenic acid. Now at seventh position, mycophenolic acid. The same beta lactamin. Come on. Thiazolidone ring. And now you know. Dihydrothiazide ring. High اختلافات بيناتهم, but the mechanism of action is the same. Antibacterial spectrum. هسه شو توقعتني؟ ارجع اسالكم السؤال, ايه صنعنا السيمي سينثيتيك بنسلينز؟ قولي بابا بالاخير. Because of resistance. بعد. هسه هذا السبب. البنسلين شو اسمه؟ شو اسمه البنسلين اللي يشتغل في جسم الانسان؟ هذا اللي عنده حساسيه. اريد اسمع الكلمه. سايد افكت. واسمه البنسلين انه ممكن يسوي سايد افكت؟ بمعنى البنسلين هذا سبيسيفيك تارجت اللي هو السيل وول موجود عنده خلايا جسم السيل وول؟ يس او نو؟ يس. شوفها في الدور الثاني. يس او نو؟ لا no, طبعا ما في سيل وول ما هو ما في سيل مامبرين سيل وول there is no structure there is no such structure in the human or mammalian cells احنا عندنا سيل مامبرين باي فوسفوليبيد لاير البكتيريا عندها سيل وول بعض البكتيريا عندها سيل وول اللي هو شنو؟ بيبتايدو جلايكان ما عندنا بيبتايدو البنسلين اذا بشوف بدي اقول عن بكتيريا بلاكتام فيري سيف انتي بايوتيك فيري سيف انتي بايوتيك ليش؟ لان التارجت مالته ماكو يشبهها بالانسان فنقول موضوع التوكسيسيتي او السايد افكت اقل هسه ريزيستنت منو سببته؟ ما سكت ريزيستنت سبب بيتا لاكتاميز الحساسيه منو سببها؟ هاي مصادر اسمه ميدنسون شنو سبب الهايبر سنسيتيفيتي للبنسلين؟ السايد تشين. هسه اذا البيتا لاكتامين براءه. شفنا الميكانيزم اوف اكشن؟ ميكانيزم اوف اكشن اتس فيري سيف انتي بايوتيك. اذا ما له علاقه اريد امشي شويه اسرع، ما له علاقه موضوع السيفتي او السايد افكت. قلنا بيكوز اوف ريزيستنس صنعوا سيمي سنتيتيك بنسلين، شنو السبب الثاني؟ نعم؟ وقلنا سايد افكت سايد ناقصه عافيه بس قالها بالعربي قال واسع الطيف نرغب بتوسيع السبكترم مال البنسلين صنعنا اموكسيلين لان البنسلين تشتغل على جرام بوزيتيف وعدد قليل جدا من الجرام نيجاتيف الاموكسيلين يشتغل على جرام بوزيتيف شكرا يشتغل على a considerable amount of gram negative bacteria. هسه رجعنا. He follows points. يحكي على السبكترم على الطيف يغطي ايش قد من الانتي بكتيريا من البكتيريا تايب اوف بكتيريا. He follows points have been classified to first, second, third, fourth, fifth. اكو طبعا. فهو ليك ولا سيد. لغاية بعد طبعا الكتاب سماه advanced generation. Okay. Based largely on their bacterial susceptibility, يعني spectrum. And resistance to beta lactamase. إذا هذين الاثنين تخلينا نصنع beta lactam جديدة. Penicillin, synthetic penicillin, cephalosporins. Commercially available cephalosporins are ineffective. Ineffective. نفي لو مو نفي. نفي. Against methicillin resistant staph aureus. نرجع للمحاضرة السابقة.
مدحنا احنا الميثيسيلين ومجموعه من الانتي بكتيريال اللي هم 4 أو 5 سميناهم اللي تتربي على درجه، سمينا هاي العائله اللي هم جماعه الميثيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس MSS. يلا مثل سيلين سنسيتيف ستاف اوريس، وهسه اكو نقول ميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس. اوكي على ودي نحط النقاط على الحروف. اللي يطلع عنده اصابه بالميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس يعني هو في مشكله، هو في مشكله. اذا نتذكر الميثيسيلين قلنا عليه توكسيسيتي نفرس في ماده عاليه، فخلوه فقط المختبر. شو نفحص فيه؟ نشوف البكتيريا اللي تفرز بنسلينيز بيتا لاكتاميز ممكن يوقف نموها الميثيسيلين. اوكي كان عندي 4 وين الميثيسيلين؟ عندي 4 انتي بايوتيك جديده انا حافظهم الدور للميثيسيلين سنسيتيف. واي؟ بيكوز البقيه الانتي بايوتيكس بقيه الانتي بايوتيكس البيتا لاكتامز ما ممكن توقف هاي البكتيريا، فقط الميثيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس. طيب اذا الميثيسيلين ريزيستنت هذول اللي هي الميثيسيلين الاربعه يفيدون؟ طبعا قطعا لا. نرجع commercially available cephalosporins تدخلهم بها لان ايضا ineffective against MRSA ستاف اوريس بكتيريا ملعونه، بكتيريا ملعونه ما يوم من الايام تسمعون ستاف اوريس بكتيريا حميده او موجوده بالجسم تفيد الجسم بالامعاء ابدا. pathogenic طبعا ليستيريا مونوسايتوجينس كلوستريديوم ديفيكالي هذا الديروبكترياسي، الديروبكترياسي عادي اللي عندها ميديسينين ريزيستنت سيفالوسبورينز الكوميرشال افيلبل الموجوده ما تشتغل. الفيرست جنريشن خلينا ناخذ فكره عن كل وحده. فيرست جنريشن سيفالوسبورين اكت از بنسلين جي على حال البنسلين جي. اوكي؟ They are resistant to staphylococcal penicillinase. جيد طيب جيد. That is they cover the massa. They are resistant to staphylococcal penicillinase. يعني ممكن تقتل staphylococcus. يا نور. Which type of staphylococcus aureus؟ حدد. Sensitive. الميثيسيلين sensitive. Staph aureus. مو resistant. هذا نحكي على الفيرست جنريشن، الفيرست جنريشن they are resistant to staphylococcus penicillinase يعني ممكن تقتل staph aureus. Which one? The sensitive one. Methicillin sensitive staph aureus. They are sorry and have activity against the proteus malabilis, the Escherichia coli, the Listeriella pneumoniae. إذا ممكن هذا الجنريشن يكون جدا مفيد. أفضل من البنسلينز بالنسبة للسبكترم. Second generation cephalosporin display greater activity against 3 additional gram negative organisms. هسه احنا يعني حكينا عن الثيرد جنريشن، السكند جنريشن زيد شوية السبكترم ضد منو بعد؟ اللي هي هيموفيلوس انفلونزي انفيروبكتر انفيروبكتر aerogenes and Neisseria species where activity against the gram positive organisms is طيب هنا يعني على حساب السبكترم حصلنا شيء جديد اللي هي some gram negative بس ايش فقط؟ فقط الجرام بوزيتيف طبعا اللي كان يغطي انتي مايكروبيال كفرج اوف سيفومايسي اللي هو سيفو تيتان and سيفوكسيتين also include anaerobes for example bacteriophages. بعد they are the only cephalosporins commercially available with
appreciable activity against the gram negative anaerobic bacteria. In second generation, they have appreciable, means good, activity against anaerobic bacteria. So, yes. Check that one. Third generation, these cephalosporins have assumed an important role in the treatment of infectious diseases. طبعا اللي منتشر هسه شنو بقى؟ شنو قصة؟ تفضل بابا ما تطلع تفضل حبيبي أكثر شيء من تشر الثير جنريشن سيفالوسبورينز although less potent than first generation less potent أقل قوة from the third generation cephalosporins against methicillin sensitive Saccharia the third generation cephalosporin has enhanced activity against the gram negative bacilli as well as most of the other enteric organisms. Enteric means intestine, and it's an intestine. طيب، حلوة الكلمة، من الذكر؟ Enhanced activity. Enhanced activity. The fourth generation, third generation has an enhanced activity. The ذكرون في شيء اسمه enhanced spectrum. Penicillin. Ciprofloxacin and ciprofloxacin, اللي هم أكثر انتشارا, have become agents of choice for the treatment of meningitis. تذكرون في المينينجايتس بالبنسلين شانت المشكلة. لازم تكون بابا. Ciprofloxacin has activity against Proteus arginosa. Oh, arginosa. Resistance is increasing and use should be evaluated on a case by case basis. هاي الكلمة المفروض نرجع للمحاضرة الأولى نفتهم شو يعني resistance is increasing and evaluated on case by case. يعني لازم نسوي يعني قبل ما اعطي انتي بايوتيك. تيست. ويتش تيست؟ عافية انتي بايوتيك سستربيلتي تيست. The third generation cephalosporin must be used with caution as they are associated with significant collateral damage. Essentially meaning that induce and induction, sorry, and spread of antimicrobial resistance. أكثر وحدة حذروا عليها لأن هي أكثر استخدام طبعا. احنا قلنا misuse of antibiotic وحكينا هواية على المسيوز وشلون المسيوز of antibiotic يسبب لي antibacterial شنو؟ resistant. Fourth generation cephalosporin, for example, cefepime is classified as the fourth generation cephalosporin and must be administered parenterally. How that you're trying to do oral. This one, cefepime, must be administered parenterally. Cefepime has a wide antibacterial spectrum with activity against streptococci and staphylococci, but only those that are methicillin susceptible. من يعوضني مختصرات المضاعفات. MSSA methicillin sensitive staphylococcus يعني هي ممكن يشتغل هذا antimicrobial but only those that are methicillin susceptible meaning methicillin sensitive يا اما تكون methicillin sensitive staphylococcus او methicillin sensitive streptococcus
C15 is also effective against aerobic gram-negative organisms such as enterobacteria, enterobacter species, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, and Pseudomonas aeruginosa. When selecting antimicrobial or antibiotic that is active against Proteus, Pseudomonas aeruginosa, clinician should refer to their local laboratory testing reject. Should they أتكلم؟ وصلنا للسيفالس كولينز. هسه موضوع البنسلينز بدأوا الأطباء يفترون الفس. وصلنا للسيفالس كولينز رجاء نسوي سيفالس كولينز. Advanced generation ciftaroline is broad spectrum. Advanced generation cephalosporin that is administered intravenous as a prodrug. We have a prodrug, you are ciftaroline, fosamine, it howled the jism, then active metabolite. It is only commercially available, only commercially available. Beta lactam in the United States, had from Atalashudab, with activity against MRSA, okay? We have resistant staph aureus and is indicated for the treatment of complicated skin and skin structure infection and community acquired pneumonia. The unique structure allows ciftaroline to bind to the minidectorahadine. يا شاطر بالذكر هو سبور يا سبور خلص بنسلين binding protein mechanism of action of بنسلين متذكرها ترى كلش مهم وين راح يشتغل البنسلين راح يوقف على البنسلين binding protein طيب السيفالوسبورين ايضا هنا ذكر unique structure of ciftaroline, they يشتغل على أكثر من penicillin binding protein. هسا هذا شنو penicillin binding protein؟ ما تتذكروا؟ هذا اللي له دور في cell wall synthesis. بيوقف على penicillin binding protein 2A found in methicillin resistant staph aureus وأيضا penicillin binding protein 2X وين موجود؟ بالستريبتوكوكس موجود. لذلك هو effective against these infections. وهاي هي المراجعة السريعة نفس الصورة على مدة تستغربون بس على مدة تذكرون شنو البنسلين binding protein. اوكي؟ هذا الستريب نيموني عند البنسلين binding protein هذا الرمز مادته اللي هو 2X is an enzyme involved in the last stage of peptidoglycan assembly. هو اللي راح يسوي هذا الكروس لينكينج بالتايجوبلاكان اسمبلي and is essential for the bacterial growth and survival. وقفنا البكتيريا لا راح يصير فيها growth and it will not survive. Okay. In addition to its broad gram positive activity, it also has a similar gram negative activity to the third generation cephalosporin اللي هو and then extended generation had a very good activity against gram positive, in other than the activity against gram negative. Important gaps in the coverage. What do you mean? Important gaps in the coverage. Then we start with antibiotic, and then we say this antibiotic broad spectrum, which is on the gram positive. على حالة third generation يشتغل على الجرام نيجاتيف بس كل حلو بي شنو؟ لون بي لون عملة السوء هي هاي الجابس including Pseudomonas aeruginosa extended spectrum beta lactamase producing enterobacteriasis يعني سألنا لا يعمل
على ذلك سيدوان سابينوزا ولا يعمل على الانتيروبكترياسي اللي عندها خاصية extended spectrum beta-lactamase producing. احنا بدنا نرجع بس شوية على وضعنا قربنا. احنا بدنا extended spectrum على منو وصفنا antibiotic bacteria. بنقول extended spectrum وصفنا antibiotic or bacteria. Antibiotic of course. Extended spectrum antibiotic. شو قلنا؟ استخدم التعبير نفسه. Extended spectrum beta lactamase. يعني شنو؟ يعني this beta lactamase اللي تفرزها انتيروبكترياسي تشتغل ضد وتوقف عمل كثير من الانتيبايتكس من البيتا لاكتامز. لذلك سموه شنو؟ Extended spectrum beta lactamase producing انتيروبكترياسي and acinobacter باطين. هذول الجابس هاي extended generation من باطين. Twice daily dosing regimen also limits use outside of an institutional setting. يعني شنو؟ شو تبغى نقول هذا extended generation من باطين شنو؟ أرجع. You know the extended generation, our advanced generation. بما أنه IV يقول هذه لازم twice a day. فلimited use وين داخل المستشفيات. يعني يضمن IV twice daily. بس هذا المخطط على مود بس تفهمون السيفالوسكول. First generation one, second, third, fourth, fifth, إلى آخر. الناس سهم إيش يقول؟ كل ما تقدمنا بالجنريشن إيش يصير؟ الريزيستنس للبيتا لاكتاميز إيش يصير فيها؟ تزداد، تقاوم البيتا لاكتاميز. إذن هذا أنتي مايكروبيال إفكتيف أجينست بيتا لاكتاميز، برودوسينج بكتيريا. بنفس الوقت السبيكترم يتحول من الجرام نيجاتيف بوزيتيف باتجاه التغذية الجرام نيجاتيف. وصولا الى الجنريشن الاخير اللي مدحناه قلنا برود سبيكترم اثنيناتهم يرافقون. الريزيستنت فور سيفالوسبورين. ميكانيزم اوف بكتيريا ريزيستنت تو سيفالوسبورين نفسه. اتفقنا. تقريبا نفس البنسلينز. Although they are not susceptible to hydrolysis by staphylococcal penicillinase, cephalosporin may be susceptible to extend spectrum beta lactamase. Now, if you read the Western Arizona, you know cephalosporins are more resistant to beta lactamase than benzene. Organisms such as E. coli, Klebsiella pneumoniae are particularly associated with extended spectrum beta lactamases. يعني the E. coli والكليبسيلا هم من البكتيريا اللي هي بدأت تنتج beta lactamase. شنو صفته؟ يحطم ال cell walls، يحطم البكتيريا اللي تشتغل على cell wall synthesis، يحطم الانتيبايوتيك sorry اللي تشتغل ضد cell wall synthesis. إذا من البيتا لاكتاميزز بدأت تغطي أو توقف عمل كثير من الأنتيبايوتيك، لذلك سموها سيلد سبيكترم بيتا لاكتاميزز. Kinetics administration. Many of the cephalosporins must be administered intravenous or intramuscular because of their poor oral absorption. ما عدا بس هنا تقريبا بنحكي عن البنسلينز صحيح؟ ما عدا وهذا اللي يميز السيفالوسبورينز. الفيرد جنريشن سيفادروكسي مثال على الاورال بريبريشن. سكند سيفيوراكسين. الثيرد سيفيكسين ولا اخر. هذول ممكن اعطاها اورال. اذا الفيرست سكند جنريشن اند ثيرد ذير ار اورال بريبريشن. وهذا الشيء كله يصير.
هذا من الكتاب مالته. شو يريد يقول هنا؟ ماذا يريد ان يقول؟ شلون احفظ اللي تنطي اوراقي واللي ما تنطي اوراقي؟ اللي هي بالكونتراس اللي هي باك جراوند اسود وبولد، هذا فيرست تشويس اورال. عندنا بالفيرست جنريشن، عندنا بالسكند جنريشن، عندنا بالثيرد جنريشن بس مو فيرست، يعني مو المفضله. بالفورث لا يوجد. اذا اللي موجوده على شكل بولد هي اكتف اورالي. اللي مو بولد ايضا اورال بس تجي بالمركبه الثانيه وهكذا. علاهم اللي ما بيها بلاك بوكس هذه باراتر. Distribution. All cephalosporin distribute very well into the blood or into the body fluids. Distribute very well into the body fluid. Adequate therapeutic levels in the cerebral spinal fluid are achieved only with few cephalosporins. الشغل الشاغل حتى لو جينا على فنسين تذكرون شلون ايش قد يوصل للسيربرال سباينال فلويد؟ لماذا؟ ليش هذا الاهتمام؟ من يتذكر؟ اكو باريرز بالجسم تمام؟ بين البلد وبين الاورجن. اعظم بارير او اصعب بارير ممكن تنعبر هي ياهي برين بارير. لذلك احنا نشوف الانتبايتك اذا عبر البلد برين بارير ووصل للسيربرال سباينال فلويد هو جود انتبايتك لحالات التهاب السحايا او التهابات السينس. So adequate therapeutic level for in the CSF are achieved only with a few cephalosporins. For example, cetriaxone and cefotaxime are effective in the treatment of neonatal and childhood meningitis caused by H. influenza. إذا هذول drug of choice, these both are the drug of choice على الميننجيتس بالأطفال. Cefazolin is commonly used as a single prophylaxis dose prior to surgery because of its 1.8 hour half-life and is its ability against penicillinase producing scaffolds. إذا كنت نحكي على prophylaxis قلنا مع أو ضد منو مع الكومبينيشن مع الانتيبايوتكس مع في حالات محددة مسموحة على يد الوحدة منو مع البروفيلاكسيس يعني انا ما لي شيء اخذ انتي بايوتيك معاه في حالات محدده نفس الشيء احنا ضد بس معاه في حالات محدده تذكرون ايش قلنا؟ من البنفيت اوفر ويتس ذا ريسك يعني البنفيت اوف ذيس بروفيلاكسيس افضل يعني مفضله هذه البنفيت فائده راح تكون تغطي الريسك. الريسك احنا شنو عندنا من الانتي بايوتيك؟ شنو الريسك؟ عافية. فإذا بدنا نعطي شورت هاف لايف وتشتغل ضد كلش مهمة بالعملية. Cefazolin is effective for most surgical procedures including orthopedic surgery because its ability to penetrate bone من نقرة antibiotics. يعني نشوف شيء مميز يميز هذا الانتيبايوتيك من انسان. هسه شوفوا هذا سيفازولين بوم خلص من انسان لانه قليل جدا من الانتيبايوتيكس ممكن كان بنتريت بونز وهذا ايضا شيء كلش مهم اطباء الكسور الاورثوبيدكس يدوروه لانهم عملياتهم إذا صار التهاب بالبون مشكلة كبيرة جدا وعلاجها صعب جدا. All cephalosporins cross the placenta. Elimination cephalosporin are eliminated through tubular secretion and or glomerular filtration. يعني شنو يعني؟ يعني شنو معناه؟ وين elimination؟
Masma. Kidney. Therefore, doses must be adjusted in cases of dysfunction. Yeah, here. Renal dysfunction. And the renal dysfunction. لازم شو اسوي؟ يعمل قليل الدوز او ازيد الوقت بين دوز ودوز اذا اضطريت استخدم هذا الانتباه. One exception. الحمد لله. ما قصروا ويانا الساينتست. One exception. منو؟ سيف ريابزون. Which is excreted through the bile. خلاص عن طريق الفيسز. اذا احتاج سيفالوسبورينز وعند رينال ديسفانكشن شكلها ممتاز. خليت لكم يعني ما خليت الوقت البنسلين regarding iron IV dose not penetrate into the CNS unless meningitis are inflamed or meninges are inflamed. يعني يقول البنسلين ما تعرفوا سيربرال سبانيا يعني ما توصل لسيربرال سبانيا ما تعبر للبلد بين بارير كله إذا كان عندي inflamed meninges اللي هي meningitis. ليش سماها inflamed وليش خلاها خاصية؟ شو يصير بالinflammation؟ هم أذكركم أكون سعادتكم بالinflammation البلد وزن شو يصير فيها؟ يزداد شنو؟ يزداد ميابلتي مالك بس most cephalosporin do not penetrate CSF. The third generation agents achieve to at the therapeutic levels in the CSF. And good or bad? Very good. Then RGE remains. أيضا هنا من most unchanged drug through the kidney. هنا عندي two options. يا اما elimination عن طريق الكيدني اما عن طريق البايل. adverse effects مثل البنسلين هسه كنت قاعد اقول لكم مثل البنسلين cephalosporins are generally well نفس الكلمه هاي جواب زميلتكم قاعد اقول لك adverse effect generally المفروض بالحالات الطبيعيه well tolerated يتحملها الانسان عدم رجعنا حدا أنا بردت منو برد بلا زعم عليك ترى طفيف لكن هو ممتاز جدا لكن هاي لكن لازم ننساها allergic reactions are common يعني شنو هذا من حط الكلمة hypersensitivity patients who have had anaphylactic response and you have Stevens-Jones syndrome, anaphylactic response, or Stevens-Jones syndrome, or toxic epidermal necrolysis. I could have added hypersensitivity to penicillin. Come on. Should not receive cephalosporins. Abadan, mamnu'a khalas. Ante عندك, saya عندك واحدة من هؤلاء. لن تجرب cephalosporins. علمنا انه هو cross reaction. نسبة قليلة أكيد مفردة سيفالوسبورين شود أبويد أنت مصفت لقليل درجة الحرارة لا مفردة أبويد بس هو هذا يبقى سيفالوسبورين شود بي أبويد أو يوز with caution individuals that are penicillin that are allergic to penicillin خلاص ما مضطر حسي وين متروح راح يصير لك الطبيب عندك حساسية من البنسلين طبيب بعد تبدأ سيفالوسبورينز طبعا كده الصيدلي من تيجي تقول له الوصفة بيها سيفالوسبورين شو راح يقول لك؟ عندك حساسية من البنسلين؟ مو غيرته ما غيرته عندنا نفترض طبيب كتب له ونزل للصيدلي، الصيدلي اللي يعطيه سيفالوسبورين شو راح يصير؟ عندك حساسية من البنسلين؟ يقول له نعم بفم مليان يقول له ارجع للطبيب الامريكي. The cross reaction between penicillin and cephalosporin around 3 to 5% and is
determined by the similarity in the side chain. Beta lactam structure مشبيهة براءة. The highest rate of allergic cross sensitivity is between. هسا على هون يعني بعد نركز وما نحرم المريض من السيفالوس بولينز كلها. النسبة العالية من الكروس سنسيتيفيتي بين البنسلينز والسيفالوس بولينز وين موجودة؟ بالفيرست جنريشن اللي كل شبهناها بالبنسلينز. Other beta lactam antibiotics. Other beta lactam antibiotics اللي هي منهم carbapenems and monobactams. Carbapenems are synthetic beta-lactam antibiotics that differ in structure from penicillins in that the sulfur atom of the thiazolidone ring has been externalized and replaced by a carbon atom. Imipenem and others, the drug of this group currently available, دول الإميبينين، ميروبينين، هذول إذا سامعين بيهم يختارهم الطبيب بالحالات القصوى. أوكي؟ بالحالات القصوى اللي ما تشتغل عليها أذر أنتيبايوتكس. It's composed of celastine to protect it from metabolism by renal dihydrophosphatase. كل حلو حمي دول. هذا it's a very good antibiotic بس اكتشفوا انه اكو انزيم بالكدني سوى دي اكتيفيشن فضافوله ويا the combination شلون ضفنا الكلابولينيك اسيد ضافوا ويا combination منو سيلستاسين ليش ضافوا سيلستاسين راح يوظف عمل الانزيم اللي حطهم الانتيبيوتيك الانتيبكتيريال سبكترم ايبيبينين ريزيست هيدروليسيس باي موست ريزيست هيدروليسيس مقاوم المن موست بيتا لاكتاميزز بات نوت دي ميتالو بيتا لاكتاميزز ذس جروب بلاي ا رول ان ذا امبيريك ثيرابي هاي من حكينا عن الامبيريك ثيرابي هذا احد عناصر الامبيريك ثيرابي because it is active against beta lactamase producing gram positive and gram negative organisms anaerobes and proteus and pseudomonas aeruginosa sorry meropenem and doripenem has antibacterial activity similar to that of imipenem unlike other carbapenem الارتابينيم lacks coverage against Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus species and Acinobacter species. Lack معناها ما عنده activity. Kinetics, imipenem, cilastazine in your combination. ليش ضفنا على cilastazine هسه حكينا عنه. أبو إنزيم in the kidney so the inactivation. This combination and meropenem are administered intravenously and penetrate well to the body tissue and the fluids, including the CSF, cerebral spinal fluid. When the meningitis are inflamed, meropenem is known to reach therapeutic level in bacterial meningitis even without inflammation. طيب هذا الميروبينين بعد ممتاز أفضل. أوكي؟ أفضل من الإيميبينين. حالات المننجيتس. They are excreted by the glomerular filtration. Imipenem undergoes cleavage by dehydropeptidase found in the brush border of the proximal renal tubule. Nephron, glomerulus,
proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting that. صح؟ هذا النظام ينفرز من the proximal tube. This enzyme forms an inactive metabolite that is potentially nephrotoxic. Compounding the imipenine with cilastatine protects the patented drug, thus provides or prevents, sorry, deformation of the toxic metabolite. The other carbapenems do not require co-administration. We have no cilastatine. إذا فقط الإيميبينين اللي يصير ترى هايبرولايسس. إرتابينين can be administered by IV or IM injection once daily. ملاحظة doses of those agents must be adjusted in patients with renal insufficiency. ليش؟ لأن هي تفرز عن طريق الكدني. بعد adverse effect imipenem cilastatine can cause nausea, vomiting and diarrhea. Eosinophilia and neutropenia. من يقول لي هاشنو eosinophilia. Neutropenia are less common in than with other beta lactam. شنو eosinophilia؟ زيادة بالإيزانوفيل. ماذا؟ زيادة بالإيزانوفيل. صح. نيتروبينيا. قلة بأعداد نيتروبينيا. High level of imipenem may provoke seizures. What are seizures? However, the other carbapenems are less likely to do so. هذا مهم. يعني high blood levels للإيميبينين قد تسبب seizures. شنو seizures؟ نوبات. عفية. نوبات من التقلصات. seizures. يسعى. 23. بس هنشوف جلبه معنا. طبع. زعل. Also, disrupt bacterial cell wall synthesis are unique because the beta lactam ring is not fused to other rings. هذا تركيبه ماله. تقول لي بابا أو التليفون. Estriodam, which is the only commercially available monobactam, has antimicrobial activity directed primarily against the gram-negative pathogens, including the Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa. تذكرون Enterobacteriaceae ضفنا لها أبو beta lactamase بينها في الصفر extended spectrum beta lactamases. من يشتغل عليها هاي extended spectrum beta lactamases Enterobacteriaceae المونوباكتام. Lack activity against gram-positive organisms and anaerobes. Estriodam resistant to the action of most beta-lactamases with the exception of extended spectrum beta-lactamases. It is administered either IV or IM and can accumulate in the patient with the renal failure. ليش تنطرح مالته عن طريق الكدني؟ بعد rarely it's relatively non-toxic, but it may cause minimal phlebitis. What's phlebitis? Skin rash. Occasionally an abnormal liver function test. Phlebitis مكان الحقن بالوريد يسوي شنو؟ التهاب بالاوردة. التهاب بالوريد.
وسكين راش، وقد يكون abnormal liver test. الليفر تيست من يعرفه يجي بالتحليل مكتوب عليه liver function test SLT ما تعرفوه، يفحصوها للناس عادة اللي يصير عندهم dehydration، صار عندهم التهاب hepatitis، يفحصون liver function test. يفحصوها أيضا للpatients اللي يدخلون بسبب تناول الكحول بنسبة عالية جدا اللي تسبب liver toxicity. This drug has a low immunogenic potential and it shows little cross reactivity with antibodies induced by the beta lactamase. يعني الشخص اللي عنده hypersensitivity ضد البنسلينز وعنده antibodies ضد البنسلينز هذا قد يكون حل، لان ما يتحسس بسهوله، يعني ما يسبب hypersensitivity. The drug may offer a safe alternative to the treating patients who are allergic to other penicillins. وهي أكدها، إذا هو allergic to penicillins وcephalosporins وcarbapenems المونوبابتامس هي حالة، لنحكي على hypersensitivity. Other beta-lactam inhibitors اللي تراويكم بس هذا المخطط قبل ما تغادرون، لأن هذا كان نوع مراجعة. شوفوا هذا الوقت، هذا التايم، وهنا عدد البكتيريا، تمام؟ نمو البكتيريا. شو نقرأ المخطط؟ مو دائما أقول لكم إذا نعطي إذا بيشنت من عالجه اللي هو الخط الأسود، بيشنت ما طينا أنتي بايتس، البكتيريا راح تنمو ويكثر عدد. هذه البكتيريا تبين هي مثلا ستاف اوريوس، ايش تفرز؟ بيتا لاكتاميز او بنسلينيز. فاذا اعطينا الانتي بايوتيك واحده مثل الاموكسيسيلين ما يأثر، اعطينا الكلابولينيك اسيد واحده شوف الكومبينيشن. فاذكركم من نقول سينرجيزم، واحد زائد واحد ايش يساوي؟ اللي يقول اثنين عالية عالية وغلبان. واحد زائد واحد ايش يساوي؟ واحد. اللي يقول واحد بعد اتحس عالية اللي نهاية غلبان. عافية. شوفوا الكومبينيشن من يقول سينرجيزم يعني اكو تأثير، واحد زائد واحد يساوي اكثر من الثاني. وين الغياب؟ هذا هو موجود وين الثاني؟